صباح الروقان والمزاج العالي. ركزوا معايا سوبر دكاترة دكتورة مريم. أعز بناتي ركزي معايا. مايثينيا جرافيس في الكلية عندكم الدكاترة بينطقوها جرافيس. ما تستفزوش حد بدون داعي يا حبايبي. لو بتتكلموا مع حد منهم انطقوها له زي ما قالها لكم. وما تاخد شهادتك حدش ليه عندك حاجة بالتقدير العالي إن شاء الله انطقها زي ما سمعتها مني. مايثينيا جرافيس. وهي مسألة نطق مش حاجة فظيعة، يعني الدنيا بسيطة إن شاء الله في الجزئية دي. مايثينيا جرافيس، بصوا على الشاب ده ماسك نورو ولابس ماسك، تفتكروا نورو ماسكولر، كاتب على الكاسكتة جانك، نورو ماسكولر جانكشن. مايثينيا جرافيس is a disease of نورو ماسكولر جانكشن. ده أوتو إميون ديسوردر، بتطلع أنتي باديز أجانس الأسيتيل كولين ريسبتورز، فبتطلع الأنتي باديز دي وتسبب muscular weakness and fatigability. حاطط في جيبه سجاير، ده يفكركم ان الريسبتورز دي بتبقى نيكوتينيك ريسبتورز. طب هو ليه ماسك نوره وبيبص كده؟ بيبص على البنت اللي بيحبها. دي البنت اللي بيحبها بيدلعوها يقولوا لها يا مايا، هي اسمها الحقيقي مايثينيا، اسم ابوها جرافيس. مايا دي استقبلت فون من قدره الحساس. قدره الحساس ده ولد بايظ تلفان بيعاكس البنات، فمايا استقبلت فون من قدره الحساس، فهو يعني خايف تتعلق بيه ولا حاجة، فماسك نور وبيبص عليها. ده قدره الحساس بيعكسها هو في الفون، فبيقولها ايه بقى، يعني معاكسة سامجة كده، بيقولها انتي أست الكل، تنسي فون قدره الحساس، يعني معقولة يعني كده تنسي فون قدره الحساس؟ فأختها مش عاجبها الكلام ده، فبتنصحها بتقول لها اكساري امه يا ستي وامجي جيتارك يا دكتورة مريم وغني معايا. انتي قاسيت الكل، تنسي فون قدره الحساس، انتي قاسيت الكل، تنسي فون قدره الحساس. يا سلام عليك يا مايسترو لما بيبقى مزاجك عالي. والله يا ولاد احنا كده خلصنا الموضوع كله ما عدا التريتمنت، ليه اغنيه هنغنيها في الاخر. الكلينيكال بريزنتيشن بتفتكرها من سوره مايا، سوره البنت مايثينيا، او نتيجه سيره مايثينيا، تفتكر الكلمه اللي هي كتباها على نتيجه الاسبوع بتاعتها، مش اسبوع بقى ويك، لا ويك ضعيفه، مايا ضعيفه، مايا ضعف العضلات، دي كلمه السر اللي هتجيب لك الكلينيكال بريزنتيشن كلها. مايا ضعف العضلات، مايا ضعف العضلات. ضعف العضلات ده يحصل على مراحل. early العين والوش، تضعف عضلات العين والوش. بعد كده later الضعف يعم، generalized weakness. early العين والوش، later الضعف يعم. early العين والوش، later الضعف يعم. early العين والوش، العين تفتكر تكتب له double vision، وبالمره بقى طالما هتفتكر العين تفتكر الايليد فتكتب له ptosis، يبقى double vision وtosis. تمام، نيجي للوش، ضعف عضلات الوش، facial muscle weakness. فتيجي حتى هي عايزه تبتسم، يعني مايا لو عايزه تبتسم تطلع الابتسامه مش ولا بد كده، تطلع عارفين بغضب شويه، معذورة طبعا، وعندها برضو مشاكل صعوبة في البلع، عشان كده مش بلع قدره. صوتها كمان بيبقى فيه مشكلة، ديسفونيا. يبقى انت كده المشهد اكتمل عندك خلاص، هو قدره بيعكسها وبيتودد لها، وهي يعني هي اولا دابل فيجن، فهي شايفة اتنين، هي مش عارفة هو انهي واحد فيهم. تاني حاجة فيه توسيس، فالرؤية مش كاملة برضو، مش شايفة كويس. تالت حاجة الفاشيال ويكنس، بقى نيجي للوش، الفاشيال ماسل ويكنس، لو حبت حتى تبتسم له هتطلع الابتسامة بغضب. طب في صعوبه في البلع عشان كده مش قادره تبلعه. واخر حاجه عندها ديسفونيا، فكمان حتى يعني ما بتكلموش بشكل طبيعي. طب ده ايرلي العين والوش. ليتر بقى الضعف يعم، جنرالايزد ويكنس، لو فيري سيفير شهيق وزفير يحصل مايثينيك كرايسيس، مش قادره تنفس.
شهيق وزفير تفتكر ان احنا بنتكلم بقى عن respiratory muscles both inspiratory and expiratory muscles. لو very severe شهيق وزفير very severe muscle weakness لل respiratory muscles both inspiratory and expiratory يحصل ايه بقى؟ يحصل complication خطيرة جدا اللي هي myasthenic crisis مش قادرة تنفس. ازاي بقى الانفستيجيشنز تفتكرها؟ مايا استقبلت فون من قدره الحساس، استقبلت تفتكر ريسبتور، قال لها انتي تفتكر انتي بادي، اسيتيل كول تفتكر اسيتيل كولين، فده يفكرك اسيتيل كولين ريسبتور انتي بادي تيست، ده البيست انيشال تيست، حتى هو بادئ معاكسته بيها فتفتكر ان ده ذا بيست انيشال تيست. تنسي فون قدره الحساس، تنسي فون تفتكر تنسيلون، فون قدره تفتكر ادروفونيوم، الحساس تفتكر ان التست ده بيبقى سنسيتيف، ادرو حساس اهو، حساس خالص اهو، لكن هل تفتكر ان ادرو ده سبيسيفيك؟ يعني تفتكر ان هو سبيسيفيك بمايا ما بيعاكسش الا مايا، ولا بيعاكس مايا بعد شويه هيعاكس تريزا بعد شويه هيعاكس طوب الارض؟ طبعا نون سبيسيفيك. ادرو ده ادروفونيوم ده سنسيتيف ادرو الحساس لكن نون سبيسيفيك. القلوب اللي في صورة قدره دي تفتكر ان ممكن يعمل براديكارديا. باقي الانفستيجيشنز بتفتكرها من الجملة اللي اخت مايا قالتها لها، اكساري امه يا ستي وامجي، اكساري تفتكر اكس راي، ستي سي تي، امه ثيماما. بتعمل الامجين دي مهمة عشان ممكن لا قدر الله يكون عنده ثيماما. ام جي تفتكر اي ام جي الكتروميوغرافي، سينجل فايبر الكتروميوغرافي، ده الموست اكيوريت تيست. التريتمنت العلاج تفتكروا من ازاي قدروا الحساس المفروض يعالج الموقف. هي مايا خلاص حلقات له خلاص الموضوع منتهي مع مايا، فيعمل ايه بقى يعالج الموقف ازاي؟ احنا قلنا نون سبيسيفيك، يبدا يعاكس تريزا، يقول لها انت كل الناس تريز، مين قلبي بيريدوا مين؟ طب اف نو ريسبونس، تريزا حلقات له برضو زي مايا، اف نو ريسبونس شيل الثايموس، if no response immune suppress. اخر حاجه بقى عايزك تعرفها انه بقى يسيبه خالص بقى من سكه البنات والكلام ده، ويقعد يشرب الكوفينو بتاعه. الكوفينو ده يا حبايبي اختراع، ده مشروب تاكل وتشرب في نفس الوقت، بتحط فينو في فنجان القهوه كوفي، ها، وفينو كوفينو ماي كوفينو كوفينو بتاعي، وتسقسق بقى كده، فمنك بتشرب ومنك بتاكل، اختراع رهيب. جيتارك في ايدك يا دكتورة مريم وغني معايا. مين قلبي تريد مين؟ انت كل الناس تريد. مين قلبي تريد مين؟ if no response شيل التايمس، if no response immune suppress. My coffee, no, متأخر ليه؟ ده حتى جديد ومش شكله أقل. My coffee, no, متأخر ليه؟ أنتي كل الناس تريز، تفتكر؟ anticholinesterase medications بيريدوا مين؟ تفتكر تكتب له such as pyridostigmine، ده best initial treatment. خلوا بالكوا من حاجة، قدروا الحساس بيبدأ معاكسته أو أغنيته في الانفستيجيشنز بالbest initial test، فده تفتكروا منها. في الأغنية التانية بتاعت التريتمنت بتاعت anticholinesterase بيبدأها بالbest initial treatment، فأنت برضو ده يفكرك، هو مش بيغني كده وخلاص. طيب if no response شيل الثايموس، اعمل ثايماكتومي لو العيان اقل من 60 سنه، لو اكتر من 60 بتدي ستيرويدز. طيب if no response immune suppress، تديله immunosuppressive therapy، الانيشال immunosuppressive of choice ستيرويدز، بس خلي بالك قبل ما تدخل العيان في بلاوي الستيرويدز، قبل ما تحصل السيريس سايد افكتس بتاعته، بتديله بقى مايكوفينوليت. المايكوفينوليت ده اللي هو الجملة الأخرانية اللي بنغنيها، مايكو فين وتأخر ليه؟ ده حتى جديد ومشاكله أقل. قلنا بقى قدروا الحساس يقعد يشرب ويأكل المايكوفينو بتاعه
حتى جديد ومشاكله اقل. نيور اميونو سبريسيف دراج وليه فيور سايد افكتس، يبقى نيور وفيور ده حتى جديد ومشاكله اقل. كده خلصنا المياتينيا جرافيس، هاخد بريك اشرب فنجان القهوه العربيه الاصيل بتاعي وارجع لكم في الموضوع اللي بعد كده، يا مزاجنجيه الطب يا كيفه النورولوجي.